إذا قيل لك ما هي التمائم وما حكمها؟ فقل: هي كل شيء مهما اختلف نوعه مما يكون في البر أو يكون في البحر أو ربما لو سقط من الجو، كل شيء وضع أو تعلق به من أجل أن يمنع عنك ضرا من مرض ونحوه، أو أن يجلب لك خيرا من صحة ونحوها، فإنها هي التمائم، بقطع النظر عن نوعيتها، بقطع النظر عن مكانها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عقبة قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا يصبح أمره في تمام وفي كمال وفي خير. ومن تعلق ودعة وهي فرزات أو أشياء تستخرج من البحر يجلبونها من البحر يظنون أنها تدفع الضر أو أنها تجلب الخير من صحة ونحوها، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، أراد أن يكون في دعة وفي سكون فلا سكون ولا دعة له. أما حكمها فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند: من تعلق تميمة فقد أشرك. أي نوع من أنواع الشرك؟ نقول: إن كان قد وضعها وتعلق بها معتقدا أنها هي المؤثرة بذاتها فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن الله عز وجل هو الشافي لكنه جعلها فقط مجرد سبب فهو شرك أصغر. لما؟ لأنه جعل شيئا لم يجعله الشرع سبباً.